FM. الكلمة ليك. المسألة راهي ماهيشي فقط سياسية، ما خلينا نفسر حاجة هنا. راهو المشكلة رقم واحد في ليبيا تقاسم الثروة، مش تقاسم السلطة. ما يعني حتى شيء السلطة في ليبيا، لأنك معناها فهمني السلطة الحقيقية في ليبيا هي سلطة مجتمعية، يعني القبائل تحكم في المناطق نتاعها إلى آخره. تصور أنت نهار آخر معناها السراج نجم يحكم معناها في جادو، ما يحكمش في جادو، ما عنده حتى علاقة بجادو. الحاجة الوحيدة اللي عنده علاقة بها مثلا جادو ولا معناها فهمني تزرب ولا كفرة ولا معناها العوينات، هي قداش باش تعطيهم فلوس من ري على نفطي فقط. حرب على الابار النفطيه اليوم وليس على توزيع الثروه، لانه رانا معناها في ليبيا اوني دون اون كونفيغوراسيون ديكونومي رونتيير، يعني اقتصاد ريعي، فهمني. الناس ما تنتجش في ليبيا، لا يوجد شيء في ليبيا اسمه العمل والانتاج الى اخره. كابافان الكلمه ليك.